التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. نحييكم باجمل تحيه من هنا من ارضيه هذا الميدان، ميدان سيح صبره لسباقات اللجنه العربيه الاصيله. شوطنا السادس عشر في مجموع الاشواط العامه، وشوطنا السادس في الاشواط الاضافيه ينطلق بحفظ من الله ورعايته، والذي خصص للقعدان الفطامين مباشره الى المقدمه الى الصدار الى المركز الاول التابع. هذا شاهين ومبارك الحمري يقدم لنا شاهين مع اول المراكز النقله مباشره الى المركز الثاني التابع الحضور والتقدم مع مدلل. ابو بكر الصديق يقدم لنا مدلل مع المركز الثاني النقله مباشره الى المركز الثالث اتابع الحضور والتقدم مع المركز الثالث. يتقدم هذا مليح حمود بو زايد الرشيدي يقدم لنا مليح مع المركز الثالث. تابع بقيه الاسماء بقيه الشعارات الحاضره بالانطلاق والحاضره بالاندفاع، حيث انها توجد اسماء توجد شعارات لم يحين موعد دخولها، ولكن اعود الى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول أتابع المقدمة. هذا شاهين مبارك الصيعري يقدم لنا شاهين، بدأ بالانطلاق، بدأ بالاندفاع، بدأ بالتحرك. شاهين يتقدم، مبارك بن صالح الصيعري يقدم لنا شاهين مدلل ثانيا، يحاول بهذه المحاولات، ولكن الصيعري بدأ بالانطلاق، بدأ بالاندفاع. يقدم لنا شاهين ينطلق بهذا الانطلاق، يندفع بهذا الاندفاع. اليحر، السلامات إلى أبناء اليحر، السلامات إلى أبناء اليحر. هذا هو شاهين مبارك بن صالح الصيعري. المركز الثاني مدلل أبو بكر الصديق. المركز الثالث كان الحضور والانطلاق مع المركز الثالث شاهين وهادف بن حارب الخيلي. يقدم لنا شاهين حاز على المركز الثالث 2:10 من الثواني. تهانينا وناموس لمالك شاهين مبارك بن صالح الصيعري، وسلام اليحر، سلام.